بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المفضل مدرسة على الهواء، ودرس جديد، وبيتجدد لقائنا الأسبوعي معاكم، ودرس جديد من دروس التاريخ، الدرس الثالث بالوحدة الثالثة. درسنا النهاردة درس شيق جدا بعنوان الحياة الثقافية والفكرية، يعني هنتكلم عن العلم والعمارة والفن. العلم والعمارة والفن. قبل ما نبدا يا اولاد، هنلاقي ان درسنا ده استكمال للدرس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، تمام؟ اللي احنا اتكلمنا فيه عن ايه؟ حد يفكرني؟ اتكلمنا فيه عن انواع الكتابه وانواع الادب، وقلنا ان العوامل الطبيعيه اللي بتحيط بالانسان المصري القديم ساعدته على الابداع والتميز، خليته بدا ان هو يالف القصص، بدا ان هو يبدا ان هو يكتب، عرف انواع كتير من الكتابه الهيروغليفيه، البيروقراطيه، الديموتيقيه، عرف انواع من الادب، ادب ديني وادب قصصي، ادب تهذيبي، ادب المديح. النهارده برضو هنكمل ابداع الانسان المصري القديم بس في مجالات تانية. هنتكلم عن مجال العمارة والفنون، وهنتكلم على العلوم اللي كان بيدرسها المصري القديم، تمام؟ هنلاقي ان اي حضارة قام بيها الانسان المصري القديم كان اساسها العلم. من غير علم مش هعمل حضارة. يعني ايه حضارة؟ يعني تقدم. يبقى بدون علم مش هيقدر الانسان المصري القديم ان هو يبدع، تمام؟ طيب العلم بتاعه كان قائم على ايه؟ كان بيذاكر ازاي؟ هنلاقيه ان العلم بتاعه كان قائم على البحث والتجريب، او التجربة والبحث. بيبدأ يكتشف الحاجة من الطبيعة، بيبدأ يبحث عنها، بيبدأ يفكر هستغلها ازاي، استغل الموارد اللي ربنا مدهاني ازاي، فبقى يبدع وبقى انسان متميز. مش بس كده، ده كان لما بيلاقي ان حد بارع في هذه العلوم كان بيشجعه ويوفر له الادوات اللازمة للتقدم ده. طيب هنلاقي ان الانسان المصري القديم عشان يبقى فيه حضارة لازم يكون فيه علم، وبيجي لك في نقط يقول لك العلم كان قائم على نقط ونقط، كان قائم على ايه وايه؟ كان قائم على التجربة والبحث، تمام؟ قدامنا على الشاشة دلوقتي هنشوف العلوم اللي كان بيتميز بيها الانسان المصري القديم. هنلاقي عندي خمس علوم: علم الفلك والحساب والهندسة والطب والكيمياء. علم الفلك والحساب والهندسة والطب والكيمياء. يلا مع بعض دلوقتي نشوف يعني ايه علم الفلك. علم الفلك هو علم دراسة مواقع النجوم والكواكب. ايه ده؟ يعني المصري القديم كان عارف مواقع النجوم والكواكب؟ المصري القديم كان شاطر وبارع في كل المجالات، كان يعرف مواقع النجوم والكواكب. ومش بس كده، ده هو كمان اللي عارف ان في حاجه اسمها التقويم الشمسي، وهنتكلم عنه دلوقتي. مش بس كده، ده قال ان السنه مكونه من 365 يوم. طيب وقسم السنه دي زي ما التقسيمه بتاعتنا اللي احنا ماشيين عليها، اللي هي الشهر 30 يوم، عندي 12 شهر في السنه، كل شهر 30 يوم، تمام؟ مش بس كده، ده قسم اليوم ل 24 ساعه، تمام؟ طيب 12 الصبح و12 بالليل، حلو قوي. طيب في بقى لما نيجي نشوف ان السنه عندي اللي المصري القديم اتكلم عنها وقال لي ان هي 12 شهر والشهر 30 يوم، لو جه ضرب ال 30 يوم في ال 12 دولت هنلاقي ان السنه اتكونت من 360. الله، بس كان قايل لي 365. الخمس ايام دول سماهم ايام النسيء او النس، حسب ما انت تقولها. النسيء ايه؟ ايام النسيء دي قال لك دول اخر خمس ايام في السنة انا بقى هحتفل عشان استقبل السنة الجديدة. وهنا بيجي يقول لك ايه المقصود بايام النسيء ديت؟ ايام النسيء دي كانت اخر خمس ايام في السنة كان بيقوم المصري القديم بإقامة الاحتفالات والاعياد للسنة الجديدة، زي احنا مثلا دلوقتي لما بنحتفل برأس السنة الميلادية، اخر يوم في السنة بنحتفل بيه لاستقبال سنة جديدة. هو كان الخمس ايام دول بتقام فيهم الاحتفالات عشان يستقبل السنة الجديدة. يبقى نقول مع بعض تاني المقصود بعلم الفلك، او لما يجي لك سؤال يقول لك دلل على صحة العبارة، يعني العبارة دي صح بس قول لي دليلك، اكد لي ان هي صح،
تقول على طول اللي كان مقصود بعلم الفلك، اللي هو عرف المصري القديم مواقع النجوم والكواكب. مش بس كده، ده كمان قسموا السنة الزراعية، قسموا السنة إلى 3 فصول. طب ليه 3 فصول؟ احنا نرجع لورا شوية ونقول ال3 فصول دي كانت الدورة الزراعية، اللي هو موسم الحصاد وموسم الفيضان وموسم البذر. تمام، أول ما الفيضان يجي يقوموا عاملين البذر. بعد كده هنلاقي ان هو موسم الحصاد، ان هو بيحصدوا الأراضي الزراعية. تمام، طيب بنستقبل تليفون معانا. الو، أيوة ازيك يا باشا؟ عامله ايه؟ أهلا بيكي، مين معايا؟ انا روان. اهلا يا روان، منين يا روان؟ من كفر الشيخ. من كفر الشيخ، اهلا بيكي يا روان، اتفضلي. لا صحيح، كنت عايزه اسال. عايزه تسالي سؤال في درسنا ولا في درس تاني؟ لا في اي حاجه عادي. طيب اسالك ولا انت تساليني؟ لا اساليني. اسالك. طيب اسالك في الدرس بتاع النهارده ولا الدرس اللي فات؟ الدرس اللي فات. تمام، طيب قولي لي يا روان، بما تفسر سميت الكتابة الهيروغليفية بالخط المقدس؟ لأنها كانت تكتب على جدران المعاد. برافو، تكتب على جدران المعابد. طب كان بيتكتب بيها ايه؟ إيه كان بيكتب بيها ال النصوص؟ كان بيكتب بيها نصوص الأهرام ونصوص الأهرام النصوص وأسس والأسطورة إيزيس وأوزوريس وكتاب الموتى وكمان حاجة. طيب هي كانت بتكتب بيها النصوص الدينية، عشان كده قلنا عليها الخط المقدس. تمام، برافو عليك يا روان. طيب أسألك سؤال تاني. ماشي. تمام، طيب الكتابة اللي كانت بيستخدمها الكهنة في كتابة الهيراتيقي. الهيراتيقي. تمام، طيب في عندي أنواع من الأدب صح؟ تقدري تفكريني ايه هي أنواع الأدب؟ أدب المديح وأدب التهذيبي وأدب ديني وأدب وأدب تهذيبي. برافو عليكي. طيب اديني مثال للأدب التهذيبي كده. التهذيبي هو كان بي بي التهذيبي الأدب التهذيبي المقصود بيه ايه؟ المقصود بالأدب التهذيبي هو أدب يمجد أعمال الفرعون. ها فكري كويس، تهذيبي اللي انت قلتيه ده اللي بيمجد اعمال الفرعون كان المجيد. ادب. برافو عليكي، شفتي ركزتي شويه وعرفتي، انا عارفه انك شاطره يا روان، برافو عليكي. طيب تابعينا بقى عشان لو اتصلتي تاني اخر الحلقه نكون خلصنا الدرس، وهسالك في نهايه الحلقه. تابعينا على القناه وهنكمل مع بعض. شكرا يا روان، ونكمل مع بعض درسنا. وقلنا ان السنه ان القدماء المصريين او المصري القديم قسم السنه الى 3 فصول، وال3 فصول دولت كانوا متناسبين مع الدوره الزراعيه. تمام، طيب بنلاقي ان تفوق المصري القديم في علم الفلك لدرجه انه كان في مقبره الملك رمسيس الثاني، كان في فتحة في المقبرة بتدخل منها أشعة الشمس مرتين في السنة، يوم تولي رمسيس الثاني العرش ويوم ولادته. طبعا ده إعجاز، ولحد النهاردة ما نعرفش ده حصل إزاي. تمام، طيب ده بالنسبة لعلم الفلك. هنشوف مع بعض علم الحساب، ده علم آخر من العلوم اللي تقدم فيها المصري القديم. مقصود بعلم الحساب هي تعاملاتك اليومية، أنت في اليوم كله ما يعني بتبص تلاقيك بتتعامل بالحساب، بتجمع حاجة، بتطرح حاجة، بتعد حاجة، بتحاسب على حاجة. هم برضو كان نفس العلم عندهم. ايه علم الحساب ده؟ زي ما انت شايف قدامك على الشاشة، علم الحساب ده المقصود بيه هي الحسابات بتاعتك في الحياة اليومية. بيعملوا ايه؟ بيسجلوا اسماء الجنود.
مش بس كده، لا ده بيعدوا حصر الغنائم، يعني بيعد الغنائم اللي في الحرب، لما بينتصروا بيجمعوا الغنائم، الماعز او اي او الحصنة او الذهب، اي حاجة بيغتنموها وبيكسبوا بياخدوها ويعدوها. كمان بيقدروا ان هم يحددوا كمية المحاصيل الزراعية. مش بس كده، ده كانوا بينظموا مياه نهر النيل وبيقيسوا منسوب مية نهر النيل عشان يحددوا على ضوئها الدراي. كمان كانوا بيقيسوا الأرض الزراعية، بس ما كانوش عندهم بقى وسيلة القياس بتاعتنا اللي هي المتر والكيلو متر والسنتي. لا طبعا كان عندهم وسائل قياس أخرى اللي هي إيه؟ الذراع والقدم، الذراع والقدم، الرجل. تمام، يبقى كانوا بيقيسوا بالذراع والقدم. تمام، بيجي لك هنا ديت في النقطة ديت بيجي لك سؤال نقط. كانت وسيلة القياس التي استخدمها المصري القديم نقط ونقط تتمثل في كذا وكذا. ايه وسيلة القياس؟ اوعى تقول متر او سنتيمتر، وانا بقول لك تاني، امال ايه؟ الذراع والقدم. تمام، طيب يعني ما كانش عندهم وحدة قياس الا ده. يبقى هنقول دلل على صحة العبارة درع المصري القديم في علم الحساب، هنقول ان هو قاس الاراضي الزراعية، كان يقيس الاراضي الزراعية، بينظم مياه نهر النيل، كان بيستخدمه في حركة البيع والشراء، كان بيسجل اسماء الجنود ورواتبهم. تمام، وبيقدر ان هو يعد غنائم في الحرب، يعد الغنائم في الحرب. طيب هنشوف علم اخر، تالت علم عندي هو علم الهندسة. علم الهندسة من الصورة اللي قدامك دي، الناس المهندسين كانوا بارعين جدا، المصري القديم بارع جدا وعرف الأشكال الهندسية. إيه الأشكال الهندسية اللي عرفها؟ مثلث، مربع، تمام؟ مستطيل، طب استخدم الأشكال دي في إيه؟ في بناء المقابر بتاعته والمساكن والأهرامات زي ما إحنا شفنا، تمام؟ يبقى الهرم واخد شكل إيه؟ مثلث. طيب هنا بيقول لك بناء نقط هو دليل على تقدم المصري القديم في علم الهندسة. بناء نقط، بناء ايه هو دليل على تقدم المصريين في علم الهندسه؟ بنى ايه دل على تقدمه؟ بنى الاهرامات. يبقى بناء ايه اللي دل على تقدمه في الهندسه؟ كان شاطر في الهندسه، مهندس، يبقى هيبني ايه؟ هيبني الاهرامات اللي طبعا ما زالت لسه موجوده لحد دلوقتي، وخدت الشكل الهندسي المثلث، غير المقابر غير المعابد اللي هو بناها. والاشكال اللي كان بيستخدمها ايه؟ كان المثلث. هنروح على رابع علم عندي اللي هو علم الطب. كانت المهنة دي كانت محل تقدير واحترام من المصريين القدماء. تمام، طب برعوا في مجال الطب، لان هم قدروا ان هم يعرفوا الامراض وقدروا يشخصوا الامراض ويعالجوها. طب كانوا ايه التخصصات اللي بيفهموا فيها قوي؟ هنلاقي العيون، اطباء عيون. طب ايه كمان؟ اطباء اسنان. حلو، اطباء ايه تاني؟ بطنه وجراحه، اللي متعور بيعالجوه. تمام، الصوره اللي احنا شايفينها دي ان هو قمه براعتهم ظهرت في ايه يا اولاد؟ ظهرت في التحنيط. طيب بيقول لك هنا اوعى تنسى التحنيط ده كانوا بيعملوه ليه؟ بما تفسر قام المصري القديم بتحنيط جثث موتاه. ليه كان بيحنط؟ انا سامع حد شاطر بيقول لي لاعتقادهم في البعث والخلود، لان اعتقدوا ان الانسان ده هيرجع تاني للحياه اللي كان عايشها، بدا يحنطوه. وكانت بتاخد مراحل، التحنيط ده كان بياخد مراحل، كان بيبداوا ان هم يفصلوا اجهزه الجسم زي ما انت شايف على الصوره، بداوا يفصلوا القلب لوحده ويحطوه في اناء ويشيلوا الكبد لوحده، فدي طبعا ما كانتش عمليه سهله خالص. يبقى التحنيط ده كان اهم عمليه، وده بيدل على براعتهم في مجال الطب. وطبعا كانوا بيعملوا الادويه من الاعشاب، وكانوا يقدروا يشخصوا الامراض، ودي صوره برضو بتوضح لي اسلوب التحنيط في مصر القديم. تمام، طيب ادي اهتموا بالتحنيط بسبب رغبتهم في احتفاظ بجثه المتوفي سليمة، ولاعتقادهم في البعث والخلود، وبيلفوها بشاش كده وبيحطوا أدوات خاصة بيهم في جسم الميت. ولحد النهاردة العالم كله ما قدرش يتوصل لفكرة التحنيط دي حصلت كده ازاي.
تمام. هنروح على علم الكيمياء وهنلاقيهم ان هم نبغوا يعني تفوقوا، دلل على صحة العبارة نبغ المصري القديم في علم الكيمياء. كان شاطر ليه؟ لأنه عرف صناعة الألوان، مش بس كده، ده صناعة الأصباغ الصبغة اللي هي الألوان كانوا بيحطوها على الجدران أو الملابس، وصناعة العقاقير، العقاقير زي الأدوية، والأدوية من الأعشاب. يعني كانوا بيصنعوا كل حاجة من الكيمياء، بيحطوا حاجات على حاجات، أعشاب على أدوات عندهم، كانوا بيطلعوا منها حاجة يعالجوا بيها، تمام؟ وقدروا يتوصلوا إلى الألوان والأصباغ، وده اللي بنشوفه في المقابر بتاعتهم لحد النهاردة. الألوان بتاعتهم ثابتة، متغيرش، طلاء الجدران عندهم ثابت. الألوان اللي كانوا بيلونوا بيها على الجدران في المعابد لسه موجودة لحد دلوقت، تمام؟ ألوان الجدران بتاعتهم لسه موجودة لحد دلوقتي. يبقى اتبرعوا في مجال الكيمياء، يبقى لأنهم استخدموا الألوان وتوصلوا لعلم لمعرفة الألوان والأصباغ والعقاقير والأدوية من الأعشاب. هندخل على نوع جديد من أنواع التميز الفكري والثقافي، وهو العمارة. بيبنوا ازاي؟ هنلاقي ان المصري القديم شيد وبنى حاجات كتير، عمل لي مساكن ومقابر ومعابد، عمل لي مساكن ومقابر ومعابد. بس خد بالك هنا وما تنساش ان المساكن بتاعتهم لم تدم طويلا. بيجي لي برضو سؤال يا ولاد ويقول لي لم تستمر مساكن المصري القديم، او لم تدم طويلا، ما تقعدش فتره طويله. ليه؟ لانها كانت تصنع من الطوب اللبن، طوب اللبن يعني مع اي مطره او اي حركه في البيت تبص تلاقيها وقعت، او تغيرات الجو تخليها تتهدم. الله، يبقى الحاجه اللي بتتصنع من الطوب اللبن تقع بسرعه، امال الحاجه اللي بتقعد كتير وتستمر كتير كانت ايه؟ كانت المقابر والمعابد، تمام؟ يبقى زي ما انت شايف ده صورة للمسكن المصري القديم اللي كان بيصنع من الطوب اللبن، تمام؟ طيب، لم تدم طويلا، ما تقعدش كتير، تمام؟ طيب، نشوف الصورة، نشوف الجزء المقابر اللي قدامنا دلوقتي، وبنقول إن تطورت المقابر. مقابر اللي هي المكان اللي كان بيدفن فيه المتوفي، كان عامل ازاي؟ اول صوره قدامك زي ما انت شايف اللي هي ديت، كانت الايه اللي انت شايف اللي هي دي، اللي هي الحفره، كان في حفره، تمام؟ حفره كده في الارض بيوضع فيها جسم المتوفي. بعد كده اتطورت شكل المقبره وبقت اوضه او اوضتين، يعني حجره او حجرتين تحت الارض. طب فوق الارض في ايه؟ في مصطبه. حلو. تالت صورة زي ما انت شايف اتطورت المقابر، بقت ايه؟ 6 طبقات. طب مين يقول لي اول مقبرة في التاريخ كانت بتاعت مين؟ كانت بتاعت الملك زوسر. زوسر صاحب اول مقبرة في التاريخ، عمل الهرم المدرج، وكانوا بيستخدموا الاهرامات لدفن الموتى. واخر صورة عندي ده الشكل النهائي للهرم، الشكل النهائي للهرم. نقولها تاني، دلل على صحة العبارة تطور بناء المقابر في مصر الفرعونية أو مصر القديمة. كانت تقول له بقى، تحكي له بقى، كانت حفرة تحت الأرض وتغطى بالرمال جثة المتوفي، وأصبحت حجرة أو حجرتين تحت الأرض وتبنى فوقهم مصطبة، ثم تطور إلى البناء إلى 6 مصاطب، ثم تطور إلى شكل الهرم اللي احنا شايفينه. دي المقبرة، تمام؟ وكانت بعد كده الهرم بيصنع من الايه؟ الحجاره، ولحد النهارده موجود، ودايما كانوا بيبنوا مقابرهم في الصحراء. ليه؟ لانها منطقه جافه لخوفهم عليها من السرقه، ولانها منطقه جافه مش هتحافظ على جثه الميت، مش هتتبل او حاجه. طيب نشوف المعابد. المعابد دي عندي نوعين، ونوعين مهمين جدا، ودايما يا ولاد احنا بنتلخبط فيهم. بيجي لي السؤال ده في مقارنه جدول كده، ويقول لي ايه الفرق بين المعابد الجنائزيه والمعابد الالهه. ما تنساش ان معابد جنائزيه ومعابد الالهه الاتنين دول كانوا بيتصنعوا من الحجر. طب كلمه معبد جنائزي
حلو قوي، زي الجنازه. اللي ايه الجنازه؟ احنا مش بنعرف الانسان المتوفي بيشلوه، بيبقى نقول ده رايحين ندفنه الجنازه والكلام ده. اه، يبقى المعابد دي كانت معموله خصيصا مخصوص علشان تقام فيها الصلوات على المتوفي، بعد ما يموت ياخدوه ويروحوا معبد حتشبسوت في الدير البحري، او معبد الرامسيوم اللي بناه رمسيس الثاني، وتعالى بقى نصلي عليك يا متوفي في المعبد ده. يبقى معبد جنائزي هو المعبد، من اسمه هو المعبد الذي كانت تقام فيه الصلوات على المتوفي. جنائزي، معبد تقام فيه الصلوات والطقوس الجنازة على المتوفي. عندي اتنين، حتشبسوت اللي هو معبد حتشبسوت في الدير البحري، والرمسيوم، رمسيوم اللي عمله رمسيس الثاني. تمام. طيب ده بيجي لي برضو ما جالكش مقارنة، بيجي يقول لك من المعابد الجنائزية نقط. معبد جنائزي، معبد جنائزي، افتكر على طول معبد الملكة حتشبسوت ومعبد رمسيس الثاني اللي هو الرامسيون. طيب دي معابد جنائزية. يلا بينا نشوف المعابد الآلهة. معابد الآلهة، معابد الآلهة هي معابد اتعملت لعبادة إله. تمام. طيب بيعملوا ايه بقى؟ بيبدأوا يقيموا شعائر او طقوس او عبادات للاله ده، وبنقدم له كمان القرابين. يعني ايه يا اولاد القرابين؟ يعني الهدايا. انا بحب الاله ده، هروح اتعبد واقيم العبادات هناك واقدم له القرابين والهدايا في للاله ده. طب عندي معبد ايه؟ معبد الاقصر، معبد الكرنك، معبد ابو سمبل. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا نوعين المعابد، واوعى تتلخبط فيهم، افهمهم عشان يدخلوا دماغك ما يطلعوش تاني. جنائزيه خاصه بالطقوس الجنازه، طيب، ومعابد الالهه خاصه بعباده الالهه واقامه وتقديم القرابين للاله. نتنقل لنقطه ثالثه وهي الفنون. كانوا فنانين جدا قدماء المصريين دول، وكانوا بارعين في ثلاث أنواع من الفنون. إيه الثلاث أنواع دول؟ نحت والرسم. تمام. نحت والرسم والتصوير والنقش على الجدران. تمام. طيب نشوف قدامنا على الشاشة جزء من أنواع الفنون اللي هو النحت. أول عنصر عندي النحت. طب كانوا بارعين جدا. طب نحتوا ايه؟ كانوا بيجيبوا الصخره الكبيره اللي احنا ما نقدرش نشيلها، ويبدا يكسر فيها وينحت، يشكل، يشكل تمثال، يشكل. واحنا طبعا بنشوف يعني اشهر حاجه نحتوها مشهوره جدا اللي هو ابو الهول. تمام. اللي هو موجود قدام هرم خفرع. تمام. زي ما انت شايف على الصوره، ده اول تمثال نحتوه. بعد كده بقوا ينحتوا من الحجاره الكبيره ديت اشكال للملوك، وده اللي ظهر في مقدمه المعابد بتاعتهم والمتاحف. تمام. طيب نشوف بعد كده تاني نوع من انواع الفن اللي هو الرسم. اللي انت شايفه قدامك دي جدران مقبره نفرتاري، مالها؟ شايفين الالوان يا ولاد؟ يا سلام، الوان جميله جدا. يعني هم كانوا بارعين لانهم كانوا بيفهموا في الكيمياء فعرفوا الالوان. تمام. يبقى تاني فن عندي اللي هو الرسم على جدران المعابد والمقابر بتاعتهم. كان الرسم في مصر القديمه يتكون من نوعين، دي معلومه انا هقولها لك. التصوير على الجدران والتلوين، يعني بيرسموا على الجدران زي مقبره نفرتاري. وعندي نوع تاني اللي هو النقش، النقش على الحجر، كانوا بيستخدموه في المعابد، كانوا بينقشوا على الحجر ويكتبوا الكتابات بتاعتهم على الحجر زي الكتابة الهيروغليفية على الأحجار بتاعت المعبد. تمام. نقوش دينية، قصص، احنا تعرفنا على حياتهم من خلال النقوش اللي كانوا ينقشوها على الجدران. تمام. طيب نشوف كده مجموعة من الأسئلة، أشوف حبايبي الشطار مذاكرين ولا مش مذاكرين. هو كده انتهى درسنا، وهنسترجعه بسرعة في صورة الأسئلة اللي احنا شوفينها دلوقتي على الشاشة. أنا مجهزة لكم مجموعة من الأسئلة أكمل دلل على صحة العبارة، ودايما الدرس ده يا ولاد بيركز على دلل على صحة العبارة. تمام. نشوف مع بعض كده أول سؤال. قسم المصري القديم السنة الزراعية إلى نقط فصول. افتكر معايا
قسم السنة لكام فصل؟ ها سمع حبايبي الشطار بيقولوا لي 3 فصول، 3 فصول. طب ليه قسموهم ل3 فصول؟ ليتناسبوا مع الدورة الزراعية، لكي تتناسب مع الدورة الايه الزراعية او المواسم بتاعة الفصول، اللي هي موسم الفيضان وموسم البذر وموسم الحصاد. تمام. طيب السؤال الثاني عندي بيقول لي من المعابد الجنائزية، معابد جنائزية اللي كان فيها بنعمل ايه؟ انا سامع واحد بيقول لي اللي كنا بنعمل فيها الطقوس على المتوفي، مراسم الطقوس على المتوفي. تمام. كانت هما 2، معبد ايه ومعبد ايه؟ شاطر حتشبسوت. ومين كمان؟ ومعبد الرامسيوم. مين اللي بناه؟ رمسيس الثاني. برافو. طيب تعرف اخر 5 ايام في السنة عند المصريين القدماء باسم، انا دايما اقول يا اولاد ما تنساش السؤال ده، ما تنسوش السؤال ده لانه مهم جدا، اللي هو ايه؟ اخر 5 ايام في السنة، اخر 5 ايام في السنة كانت اسمهم ايام النسيج. تمام. كانت اخر سؤال عندي، كانت وحدة القياس في الاراضي الزراعية كانت الذراع والقدم. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، والدرس بتاعنا شيق جدا وجميل، ومستنية اسئلتكم على قناة مصر التعليمية على الفيسبوك، وبتمنى يكون الدرس نال اعجابكم. مع اطيب المنى وارق تحياتي.